وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. فأرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم، يدعوهم إلى الله ويهديهم إلى الصراط المستقيم، ويبشرهم برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف عليه السلام، وآخرهم عيسى عليه السلام، ويقول لهم: أني قد جئتكم بعلامة ومعجزة من ربكم تدل على أني مرسل من الله، وهذه المعجزات ليست من عندي وإنما هي من عند ربكم. فقال بنو إسرائيل: وما هي؟ فأجاب: أني أصنع لكم من الطين مثل شكل الطير وأصوره على شكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا بإذن الله، وله ما للطير من روح وحياة، ويطير بإذن الله وأمره وإرادته وتيسيره. وبعث الله كل نبي بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار. وأما عيسى فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات المعجزة التي لا قدرة لهم عليها ولا طاقة على الإتيان بمثلها، فقال لهم: وأشفي من ولد أعمى ومن به برص بإذن الله. والبرص هو الذي يكون في جلده بياض منفر، عجز الأطباء عن شفائه. وخص إبراء الأكمه والأبرص بالذكر لأنهما مرضان عضالان لم يصل الطب إلى الآن إلى طريق للشفاء منهما، فإذا أجرى الله تعالى على يد عيسى الشفاء دل ذلك على أنه رسول من عند الله. وأحيي من كان ميتا بإذن الله. وفي ذلك تدرج من الصعب إلى الأصعب، لأنه لا شك أن إحياء الموتى أمر خارق عظيم. وقال المفسرون: من بين من أحياهم سام ابن نوح، والذي قد مات منذ أكثر من 4000 عام، فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم، فخرج من قبره وقد شاب رأسه خوفا من قيام الساعة، ثم قال سام: صدقوه فإنه نبي، ثم مات مرة أخرى. فلما أحيا لهم الموتى طلبوا منه آية أخرى وقالوا: أخبرنا بما نأكل في بيوتنا وما ندخر للغد. فأخبرهم وأنبأهم وقال لهم: يا فلان، أنت أكلت كذا وكذا، وأنت أكلت كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا. إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليل وعلامة على أنه نبي الله ورسوله، فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها، فكيف بها إذا اجتمعت؟ إن كنتم مؤمنين ومصدقين فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان. ورسولا إلى بني إسرائيل
قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم